تتواصل فعاليات ليالي مهرجان الموسيقى العربية في نسخته 32 في ليلته الخامسة، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية ثلاث حفلات وصالونا ثقافيا على هامش فعاليات المهرجان. المزيد يطلعنا عليه زميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. نحييكم من دار الأوبرا المصرية وتحديدا من أمام مسرح النافورة وإحدى ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32 الذي يشهد إقبالا كبيرا منذ بدايته يوم الجمعة الماضية. اليوم شهد مجموعة من الفعاليات، بدأت بصالون الأوبرا الثقافي وكان في مجموعة من المتخصصين ومن الموسيقيين، وكان الحديث اليوم في صالون الأوبرا الثقافي عن الذكاء الاصطناعي وتحديات الموسيقى في المستقبل، هذا بالإضافة أيضا إلى الوصلات الموسيقية والطربية التي قدمها اليوم الموسيقار عمرو سليم. وبدأت حفلة اليوم بوصلة موسيقية للموسيقار عمرو سليم، والذي أيضا أعرب عن امتناني وسعادتي الكبيرة بمشاركته في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وأيضا الفنانة آيات فاروق التي ينتظرها الجمهور بشدة، هناك إقبال كبير من المواطنين ومن جمهور الأوبرا على حضور حفلات الليلة الخامسة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية. نشير أيضا إلى أن هذه الفعاليات تتواصل على مدار أسبوعين، وتنتهي فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في يوم 24 من أكتوبر الحالي بإذن الله وسط زخم موسيقي وثقافي كبير. إليكم زملائي في الاستوديو.